اهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام. كان في سؤال متبقي في حلقه ماضيه، هو ده الوحيد اللي هنقدر نجاوب عليه النهارده. ست بدريه بتسال ان بنتها خالعت زوجها، فبتقول القايمه بتدخل ضمن ما يرد الى الزوج؟ لا تدخل ضمن ما يرد للزوج، والقانون موافق للشرع في هذه المساله وليس منفصلا يعني عنه. ولو تصالحنا يعني هي وزوجها يتصالح يعني على شيء، دايما بنقول ونذكر بأن التراضي باب واسع يا ست بدرية.